صباح الخير أعزائي المتابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينزر بروكر. هقدمه لكم كريم مجدي اليوم 24 يوليو 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. قفز طبعا في أسعار الذهب وارتفاعات جديدة في تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي، بيفاقم ارتفاع قياسي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا الضبابية بشأن التعافي الاقتصادي، في حين أضاف أيضا تراجع للعملة الأمريكية دعم الأسعار الذهب. ولذلك بنشوف الارتفاعات الكبيره للذهب اكتر من سبب، بالاضافه كمان للصراع التجاري الامريكي. كل ده عامل طبعا ضبابيه على الاسواق، فبالتالي اللجوء لملذات الامانه وخاصه الذهب هو ده وقته. وهنلاقي كمان ان طبعا بالتوازي معاه بيرتفع ايضا السيلفر، ولذلك ده الامر منطقي جدا ان احنا نشوف الذهب يرتفع، ولسه مزيد من الارتفاعات متوقع خلال الثلاث شهور القادمه. نشوف الكسر حاجز ال 2000 دولار للاونس، ومتوقع كمان خلال طبعا الايام القليله ان احنا نشوف مستوى قياسي جديد لاعلى ال 1919 دولار. دي كانت اهم الاخبار. ما كانش عندنا بيانات هامه من يعني امبارح خلال تداولات امس من شانها هي تؤثر على الاسواق. النهارده هنكون في انتظار بيان وحيد، مبيعات المنازل الجديده للشهر لشهر يونيو متوقع عليه يكون 700,000 مقارنه بشهر مايو اللي كان 676,000، وذلك متوقع ارتفاع طفيف. هنشوف هيكون ليه تاثير على الاسواق من عدمه، طبعا من وجهه نظرنا صعب ان يكون ليه تاثير على الاسواق. دي كانت اهم البيانات في اهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما واضح معانا كان في خط اتجاه صاعد بيتداول، بس طبعا خط اتجاه صاعد حاد جدا جدا، ولذلك كسره بالشكل العرضي اللي احنا شايفينه او على الاقل محاوله كسره بالشكل العرضي ما بتكونش بالاشاره المؤثره، وهو باي حال من الاحوال اللي بيكون حاد بالمنظر ده ما بيكونش اكيد يعني ليه تاثيره القوي، لان من اي حركه تصحيه معرض ان هو يحصل فيه ليه كسر. ولكن في النهايه المؤكد ان احنا بنقابل نقطه مقاومه هي السهله، ان هي الوحيده اللي وقفت الذهب بعد ارتفاع على مدار الاسبوع الماضي عند ال 1889، ولكن هيقدر يكسرها ولا لا؟ الاحداث كلها مدعمه ان هو يكسرها، وزي ما ذكرنا حضراتكم في بدايه الفيديو كل الاوضاع بتؤدي لمزيد من الارتفاعات للذهب. عندنا ايجابيه على الاي ام اي، تقاطع المتوسطات السعريه الاعلى، ثبات السعر اعلاها، كل ده اكيد مدعمه بشكل كبير. ايجابيه الفلات ترند، كل ده بيزيد دعم الذهب، ولذلك نتوقع مزيد من الايجابيه بشرط كسر 1889 عشان يروح ال 1905 وراها ال 1919. مره ثانيه كسر 1889 وراها ال 1905 وراها ال 1919. السيناريو الاخر والمعاكس، هتحقق بكسر 1860 وراها ال 1841 واخر نقطه عند ال 1823. مره ثانيه كسر ال 1889 وراها ال 1905 وراها ال 1919، او السيناريو الاخر هو 1860 عشان يروح لل 41 واخر نقطه عند ال 23. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد متداول ايمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.